يقول الوحي الإلهي في الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والآية 6 هذه الكلمات: قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. قال السيد المسيح عن نفسه: أنا هو الطريق الوحيد لله الآب، وأنا هو الحق الوحيد الذي من خلالي يستطيع الناس أن يعرفوا كل أمور الله، وأنا هو الحياة الحقيقية التي يرجوها كل بني البشر. ولو أراد أي إنسان أن يوجد في محضر الله بدوني فلن يستطيع أن يحظى بهذا الامتياز، أي إن السيد المسيح لم ينادي بطقوس لنلتزم بها، ولا بممارسات لنتبعها، ولا بشعائر لنقوم بها، بل إن السيد المسيح نادى بنفسه: أنا هو، ودعانا لنؤمن بشخصه فقط كي نصبح من الذين اتبعوه، كما أنه لم يقدم لنا ديانة جديدة، بل أراد أن يكون لنا علاقة حية حميمة من خلاله مع الله. فإذا سعيت لفهم وإدراك إحدى صفات الله الرائعة وهي أبوته لي واختبارها في حياتي اليومية لأنال بركاتها، فلا يمكن أن يتم هذا إلا عن طريق السيد المسيح. فأنا وأنت يا عزيزي نحتاج للسيد المسيح، لأنه لم يقل إن هناك طرقا كثيرة من الممكن أن تأتي لله من خلالها وأنا واحد منها، بل قال: أنا هو الطريق، أنا هو الحق، أنا هو الحياة، أي أنا هو كل ما تحتاج إليه كي تتواصل مع الله الآب، وبدوني لا يمكن أن يحدث هذا التلاقي، أي أنا هو المثال الواضح الذي يحتذى به إذا أردت أن يكون لك شركة وعلاقة حية قريبة مع الله، لأنه من رآني في أعمالي كأنه رأى الله الآب في أعماله. أرجو أن تأتي للسيد المسيح، لأنه هو الوحيد الذي من خلاله فقط تستطيع أن تعرف الله المعرفة الحقيقية. لماذا المسيح؟